عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم أسامة علي حسين وانتم في قناتي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد وعن موضوع جديد، وهو موضوع معجون الأسنان. في ناس كتير بتروح لك العيادة وبتروح بتقول لك يا دكتور لو سمحت أنا عايزك تكتب لي على معجون أسنان وفرشة معينة إن أنا أستخدم بيها أسنان، إن أنا أستخدم بيها لعلاج التسوس في أسناني. فطبعا دكتور الأسنان بيبص لها بصة بغرابة، ولا هاتي أي معجون مش هتفرق. هي طبعا بتطلع من عند الدكتور بتبقى زعلانة، بتقول ليه الدكتور ما ادانيش معجون او ما اديش اكتب ما كتبليش على معجون ان انا استخدمه. وانا اقول لك على الموضوع، او هقول لك على الموضوع ببساطه. ببساطه انا عندي فرشه اسنان ومعجون اسنان. انا الفرشه بالنسبه لي استخدامها احسن من المعجون. ليه؟ لان انا عندي التسوس بيحصل ازاي؟ التسوس بيحصل نتيجه ان في بكتيريا وقفت على الاكل اللي واقف على سنتك، فحللته ونزلت انزيمات، الانزيمات دي او احماض الاحماض دي كانت في السنه وعملت التسوس. يبقى احنا عندنا هدمنا اول نظريه ان التسوس سوس، مفيش حاجه اسمها سوس خالص. التسوس عباره عن ان البكتيريا وقفت على الطعام فحللت الاكل اللي موجود ونزلت احماض، الاحماض دي كانت في السن. طيب هل التسوس هيمنع هيرجع السنه تاني؟ لا، التسوس ما بيرجعش تاني. يعني السنه لو اتسوست ما ينفعش ان هي ترجع لوحدها سنه مظبوطه. طب ايه الحل؟ امال ايه موضوع معجون الاسنان ده؟ الحل ان انت هتروح عند الدكتور هيشيل لك المنطقه اللي فيها الكيلز او التسوس وهيحط لك فيها حشو. يبقى احنا كده خلصنا من الموضوع. طب استخدم امتى معجون الاسنان؟ استخدم معجون الاسنان للحفاظ على بقيه ان اسناني ما تسوسش، الاسنان الثانيه ان هي ما تكملش ان هي تتسوس، وان انا بمد اسناني بالفلورايد، لان الفلورايد بيبقى مهم للجسم، لان السن اساسا المكون الاساسي بتاع السن حاجه اسمها هيدروبسي اباتايت كريستالز. هيدروبسي اباتايت كريستالز دي الفلورايد اللي موجود في المعجون بيتحد معاها فبيكون لك فلورو اباتايت كريستالز. فلورو اباتايت كريستالز دي ماده كاريوستاتيك. كاريوستاتيك يعني ايه؟ يعني بتوقف التسوس. يبقى الفلورايد مهم للاسنان. طيب يبقى احنا استنتجنا حاجتين، اول حاجه ان ما ينفعش السن لو فيها تسوس ترجع تاني، تاني حاجه ان معجون الاسنان لو اسنانك سوست بالفعل معجون الاسنان مش هيعمل لك حاجه. هو ممكن يعمل ان هو يوقف لك التسوس لحد كده، انما مش هيرجع لك السن تاني. يبقى هو ده معجون الاسنان. طب بالنسبه للاطفال، يعني انا بالنسبه للاطفال هل استخدم لهم معجون الاسنان ولا ما استخدمش؟ يفضل انت تستخدم معجون اسنان، ان انت بتغسل لهم مرتين في اليوم ولا حاجه، مرتين بعد الاكل قبل ما تصحى من النوم وقبل ما تنام. وغسيل الاكل دوام ان انت تتمضمض بعد كل اكله. ليه بقى؟ علشان بواقي الاكل هو اللي بيعمل لك التسوس. فانت كل ما بتغسل اسنانك كل ما ربنا بيكرمك ان شاء الله يعني مش هيجي لك تسوس. بس كده.